فيروس خطير وقاتل كيما فيروس الكورونا عافينا وعافيكم الله، فما مجموعه هكا من الادوات انا باش نسميهم لك نجموا نستعملوهم احنا كمواطنين عاديين لحمايه انفسنا. الكمامات الطبيه، الصابون، لقيتهم يعني متوفرين في الاسواق. انا ولدي جاب لي زوز بكويات قبل ما تقطع، وهاني نداوي في المينيتير تو بركه كنت نعمل في السكانير. اما بنيتي تو كيما الفيروس والكل كيما نلقوش ليه دواء، انا نعملو حتى بالدواء العربي، راه حتى الدواء العربي القارص انا حاطينه في الماء، الثوم كيف كيف. اما نحن رانا نشكو من حاجات اخرين، تو كيما الفيروس هذا من جا؟ ما جا من عند ربي، مرحبا به. اما نشكو من الوضع اللي نحن عايشين فيه. على ذكر الوضع اللي عايشين فيه، شنو تعليقك على سعر الثوم الكيلوغرام الواحد فات ال 20 دينار؟ هي الثوم بركه، هو الثوم هو سميد مقطوع. العبد اولا الحاجات ما ثماش حاجات متوفرين، كيما انا نسكن في كرطاج بيرسه ثم عزيزه ما ثماش. العباد ملهوفه من الشر، التوانسه تحت الصفر، رانا وضعنا وملهوفين. كي تمشي تدخلي المجازانات تقولي لبس عليه اغنياء، والله العظيم ما نحلفش شريت 7 كيلو سميد خاطر انا طيب الخبز في الدار، وصابون شريت صابون خاطر عنا صغيرات. اما بنتي الوضع ما يعجبش في تونس خلاص من جميع النواحي، الطب اللي بالكدا فقدناهم، الدواء ما ثماش، السبيطارات تحت الصفر، هاك تشوفي كيفاه، الخضره غاليه. مالها السلطات المختصه تقول كل شيء تحت السيطره. ما ثماش من هما السلطات المختصه يجونا يقابلونا، يا اخي نحن شفناهم انتخبناهم شدوا الكراسه يخطوا، يحبوا على الزيادات لبس عليهم، ولادهم يقروا لبرا. الوضع الشعب التونسي اللي تحت الصفر هو اللي تحت الصفر. نحن من كيما انا تو عندي وضع في سي ان ار بي باش نخش شهريه راجلي ما خديتهاش 6 سنين. اما شعب واما حكومه واما ما ثماش حتى حكومه، كيما الاول كيما الاخر. على الاقل في عهد الزين انا نهز كروسه 10000 نقضي بها كل شيء، تو فقدنا كل شيء. ما عادش نحكوا على الحمراء وما نحكوش على الحوت، نحكوا على شويه خضره، نحكوا على الدواء اللي عنده صغيرات. ما حكومه، وين هما الحكومه؟ تيهم يتقاتلوا كنساء بالشلايك يضاربوا، ما ثماش حكومه في تونس. ما عنديش ساعة باش يلزمنا احنا نعملوا الوقاية لرواحنا قبل ما هما يعملوا لنا الوقاية. في تونس ما عندناش صابون سبيسيال ينظف، معناها ينظف المرض هذايا، ما عندناش دوايات، حتى السبيطارات ما فيهمش دوايات وما فيهمش وقاية جملة. حاولت أنت باش تمشي تاخذ كمامة طبية؟ ما ناخذش كمامة خاطر الكمامة ماهيش باش تحميك من المرض هذايا. كمامة ساعة مش باش تحميك، 3000 فرانك ماهيش باش تحميك جملة. كانت ب 300 كعبة ولا تقوم 15%. معناها شنو في عود نحن معناها في عود الدولة تحمي شعبها تزيدوا في الأسعار، معناها فما عباد بالرسمي ما تلقاش عنده 1500 فرنك في جيب. الكمامات الصبية موجودة، الصابون الدواء متوفرين يعني في الصيدليات؟ توا صابون والحكاية هذيك موجودة، مي الكمامات هذوما اللي بافيت ماهمش موجودين. أغلبية لي فارماسي ما فماش، معناتها قاعدين وما فماش يخليوهم نورمالمون. كان جات بالرسمي بلاد تحب تحمي شعبها راهي تفرقهم بلاش، مش تقطعهم جملة ومن بعد كي باش ترجعهم ب 7000 وب 8000 بأسوام عالية برشا، ما ينجمش إنسان عادي يشريهم جملة، امبوسيبل معناتها صعيبة الحكاية. طيب باش يقول لك إنسان جي أنا نشري بافيت ب 7000 بس يخسرها في روحه هكا ولا؟ نورمالمون أنت لو ماكسيموم تحاول ما تفرقهمش بلاش، ترخص في أسوامهم على الآخر وتخليهم متوفرين ديما موجودين، مش تنحيهم جملة تبقى العباد تقول من بعد يقولوا اه العباد مش قاعدة توقي في رواح. مو أنت وفر لهم الحاجات اللي باش يوقيوا بهم تو هما يوقيوا رواح، ما نوصلوش معناتها نسبة عالية من الفيروس هذايا في بلادنا. مقطوعين الكمامات وصابون ماهوش معناها موجود جملة، ونمشي لأي فارماسي ماهوش موجود، وأنا نحب نحمي روحي وما ثمش جملة وشنو يعني. سعر الثوم سمعت بيه كيفاش ارتفع برشا؟ سمعت بيه. شنو هي رايي؟ مكثرية التوانسة ما باش يشرو باز خاطر ما عندهمش 25 دينار، معناها باش يشرو كيلو ثوم وارتفع فجأة، مستغربين الكل. مستغرب منهم حتى شيء. الكمامات ديجا الحاكم شد تهريب. دواء ما عندنا حتى دواء، هو في العالم كامل مازال ما لقاولوش دواء. شنو هذا المطلوب؟ باش نلقاو حل؟ ما فما حتى حل الا حكم ربي سبحانه. انا والله اتكلم في واحد صاحبي دكتور في فرنسا على الموضوع هذا يوم امس، قال لي العرب عندكم دواء. شنو هي؟ قال لي الثوم الاحمر. قال لي راهو الثوم الاحمر فيه نوع فيتامين قال لي يقاوم. وقال لي سمعت تو حاسب معلومه سمعت، قال لك ثم برشا في الصين اللي هم براو مالا
هذاك علاش اسوام الثوم طارت في بلادنا وفاتت ال 20 دينار للكيلوغرام الواحد؟ لا احنا ملي تربط عي ما تربلش الثوم طلع، ما كانوش بنا فيه، كان الثوم ب 2200 الكيلو. ملي مشى عماد الحبس هزوا ثوم الحبس. تو النهر وصل على بيت جبنا فيه كيلو ب 7000 والبرنا ب 8000. اما ناكد لك انا سنتين ثوم على الاخوة ولابس، اما المش يبليه ربي مش كي يعمل ثوم. كي يجيب طيارة ميراج اف 5 كفارة، اما صدقني دكتور صح قال لي الدواء اللي بتكروه في الصين توا الساعة الحاضرة مش ثوم، الثوم لحم وربي يجيب لنا لطف. ما قال لك اذا انا غلية نيتا، عرفوا العم جاي نيتا. هيا بنتي هذه كورونا هذه سقط من عند الله. اللي العباد ولاتي ما عادش بخوه المصري ما عادش يعرفوا وقت الفلوس، ما عادش يعرف حتى حد. وقت يطلع الفوق والفوق ربي هو سبحانه، ما عادش يعرف اللي كل اللوطة ما يخزرش اللوطة، يولي يخزر كل الفوق. هذيك ربي سبحانه اخزر قمح لوحوه، زيت لوحوه، ثمن تاع الله، حليب، دقلة، برتقال، كله لوحوه. آخر ما صار اتفينا هزينا نساء رسم عليه وحالته محليلة، ها ويغني ويزغرتو. وفي منين المولى هو قال لك يا لله، قال لك الرحمة خاصة والسخطة عامة. هذه سخطة ربي جابها للعالم أجمع، وهي تفتوفة هكا عالم أجمع حار فيها. ريت ربي سبحانه كان يرجعوا لربي سبحانه خير لهم. وقال لك هو ربي سبحانه قال لك انت تحت السماية وهرب من قضايا، وين باش تمشي وين باش تمشي وين باش تداوي، باش يهزوا باش يهزوا وما عينوش باش يهزوا ما عينوش باش يهزوا. الكعبة يوريو فيها تسخف، عمرها ما تسكرت الكعبة من كانوا الجهلاء، تسكرت الكعبة. المدينة قبل الرسول يسخف مسكرين الباب. اش تحب ربي ما يغضبش علينا؟ ها اش تحب العباد عليا؟ اش تحب العباد ولات كان هي هوايش ولات تصبح ببعضها؟ هذه النظافه لو بد منها قبل كل شيء، النظافه بخلاف الكمامات وبخلاف ما نتاول كل الناس تدور الكل كل حلالف بالكمامات وما هذه حكايه فارغه. الثوم هم شنو الحاجه اللي يسمعوا بها في تونس هكاك بلا غير ما يشعروا يزيدوا. كان في رمضان تو تشوف الشر المواد الغذائيه الكل تزيد، كان في حاجه تو تسبلوا ثوم عنده حتى دخل في الكورونا ما نجمش ينحي الثوم باش يقينا من الفيروس هذايا، فهمت؟ بحيث حكايات فارغه هذايا في تونس نتاجروا في بعضنا بصفه غريبه ياسر. وحتى في معناها حتى في المواد الكل الاخرى الحاجه اللي يسمعوا بها تو تشوف في رمضان كيفاش المعدنوس يزيد، كيفاش الخضروات تزيد، كيفاش يستغلوا في المواسم ولا ويستمتوا في الاشاعات هذه اللي زياده ليس لاش باش يولي كيلو ثوم او كيلو لحم علوش وكل ثوم فرسوم باهي. هذا معناها امور ياسر البلاد ما فماش رقابة صحيحة، وين هي الرقابة؟ وهنا ديما ترجع للدولة، مسؤولية الدولة يلزم رقابة تكون حازمة ويلزم تقضي على الاحتكار. والله في تونس ديما هكايا، معناتها كل ما تبدا حاجة مثلا باش تداوي باش تعمل حاجة في تونس يغليولها في السعر نتاعها باش يزيدوا في الاقتصاد نتاع البلاد ويستغلوا فك العباد اللي تشري وكا الحكي. نورمالمون كان جات معناتها بالرسمي بلاد تحب تحمي شعبها تنقص في الاسعار. لبافيت مثلا ما همش موجودين، تي نورمالمون يفرقوهم بليش على العباد، مش يقطعوهم جمله واحده ومن بعد يرجعوا ب 7000 وب 8000. اسوام غير عاديه معناتها هذيك تونس معناتها معروفه، نورمالمون ينقصوا في الاسعار لو ماكسيموم باش العباد تحمي رواحها باش تنجم لو ماكسيموم تعمل الوقايه باش ما توصلش انه بنسبه كبيره تولي عنا الامراض هذايا. بما انه خرجت اشاعه انه ممكن يداوي الكورونا ثم الثوم اليوم في تونس فات ال 20 دينار. فات 20 دينار اللي هو كونه كان الكيلو ب 9000 وب 11000 تو ب 20 دينار. هما جبابنا ياكلوا في اعتبار كيما الكاكاواي، تلقاه في جيبه وكي ويزبد وياكل يزبد وياكل اعتبار كيما الكاكاواي. والله ثوم الثوم في 20 دينار ماش طيبه مقرونه معناها جمله. والله اش باش نقول الساعه الثوم ما قليل ماهيش حكايه ما زي ماهيش صحيحه باش ماهيش صحيحه عليها باش يداوي الكورونا صعيب.
صعيب برشا. الدواء هو كان ربي سبحانه يداوي كها. والله هذه الدعاية عملوها أمي متعرف، نحن هنا في تونس مزعان كم رقال، رقال وقيل أكثر منه متقع عاد شيء. الثوم ديجا هم الشنوة مسهورين ما كلت الثوم، شو ما تنحلهمش أمي السين كاملة ما كليتهم الثوم، علاش ما تنحاش؟ علاش كرونه ما نشيت؟ هذه حكاية فارغة. نحن هنا ملهوبين على كل شيء. إجا شوف في رمضان الخبز تقريبا ثلاثة أربعة صفار. السلام في الخبز. حيث الكمامات اللي تحكي عليهم. ديجا قلت لك الأبريموني مازالوا يشدوا جماعة. هذا كان عندي مخرج. يعني حتى وقت الأزمات يتاجروا بصحة المواطن. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. شوف الحاكم نتاعنا أبار داخلية تو الوقت هذا قاعدة واقفة، سينو كلهم حشاك يفركسوا كان على الكراسي وعلى الفلوس، شي توسكية. المواطن التونسي اليوم يقول لك نورمالمون الدولة وقت الأزمات كي جينا هكا وباء لا قدر الله يعني تعمل لنا تسهيلات، مثلا تكون المواد هذه متوفرة للجميع بصوم رمزي مثلا، احنا العكس. احنا العكس بالعكس، وهي ولو هذه المواد هذه لا علاقة لها بالكورونا وما غيره. أما تبقى فهمتوا ولا لا، احنا في تونس يستغلوا الناس ماذا بهم يمصوا لهم الدم متاعهم، وناس التاجر في بعضها بصفة غريبة ما عادش ما فماش هنا الكل غياب الدولة تام، راهو غياب متاع دولة. وين الدولة؟ وين المراقبة الاقتصادية؟ وين متاع التجارة؟ مصالح التجارة، مصالح الرقابة الاقتصادية، هذه الكل عندها دخل في الموضوع هذا. شنو كل حاجة تزيد على كيفك؟ شنو الحاجة تشوف اليوم 500 غدوة تلقاها بدينار؟ راهو شيء غريب في المجالات الكل، ولذا ما واحد يتعب من التعليق. أصبحت المراقبة الاقتصادية غائبة اليوم على الأسواق التونسية؟ أنا راها غائبة. خاطر حتى العواني ولا يخافوا ما فماش ادوات ردع، فهمني؟ كانت قبل الدوله كانت فهمت تقاوم الردع هذا بكل الاشكال، تو الردع براسك موجود دوريه فهمت نتاع اقتصاديه تاكل تراح وتمشي تروح. شنو المشكل؟ ايش باش تعمل له؟ والقانون ديما معاهم، والقانون وهالواحد احنا كنا البلاد الوحيده معناها في العالم عندنا الحريه. هي أمريكا اللي خلقت فيها الحرية والدول الأوروبية احترموا بالسيف باش بقوة القانون بالردع. هنا وللأسف تونسي يستغل أي وضعية، يعني فهمني، يستغل أي وضعية باش يزيد في السوق. كان وقت المدرسة تلقى الحاجات طلعت، كان وقت المرض تلقى حاجات طلعت، كان وقت الخضرة مفقودة تلقى حاجات طلعت برشا. إذا التونسي هو ظهر أول استغلالي في شعبه. على ذكر الاستغلال يا بابا، كي نقول لك سوم الثوم الكيلوغرام الواحد فات 20 دينار في بلادنا بعد إشاعة أنه ممكن يكون دواء للكورونا. والله هو كان ثوم طيش ما عرفوش وقتها معناها اللي هو دواء، توا طلع اللي هو دواء. يعني ثم أسباب زايدة، معناها يعني ينجم يكون ما يدويش، ينجم يكون الثوم يزيد يمرض. أنت تجري في الثوم تاكل فيه تنجم تزيد تمرض أكثر، يزيد يعمل لك التهاب من داخل ويقوي لك وينقص لك في المناعه ويهلك لك الدنيا كلها. اذا ما عندكش برام علمي انت تاخذ وتخدم به، قاعد تخدم حسب مخك يعني. اذا زيد كان جينا ناس متفتحين ولاد القرن العشرين، اي حاجه تغلى ما نشريوهاش. اللي يسمعوا فيا كل اللي هو ولد القرن العشرين تو يعيش في العصر تو يسمع في حاجه غلات ما يشريهاش ولا هو مسحق لها على الاخر. نمشيو بالبرنسيب هذا وتشوف باش كل شيء يتريقل في كل شيء. علاش فما مجموعه احنا نقولوا ما نعموش على الناس الكل تحاول تستغل هكا وقت الازمات باش ترفع في اسعار بعض المواد كما كنت نحكي لك مثلا؟ هذا ينجم يكون مش مواطن تونسي. انسان يستغل وضعيه مرضيه او وضعيه اقتصاديه او وضعيه، هذا انسان مش مواطن تونسي ويخل بالامن التونسي. ونجم نحاربوه، على خاطر باش نحاربوه ما نشريوش من عنده. سي سامبل، سهله برشا الحكايه. باش تحاربوا؟ مش تعملوا عركه ولا تعملوا مشكله؟ لا، خليها له مطيشه في رقبته، خليها له غديكه فهمني، خليه خضر له يتفرج فيها. العلوش خليه ياكله هو، خليه يطيش حتى يزنزر تو يرجع لك ب 5000 فرنك. يعني تاع
التاجر هذا من منطلق وطنيته كتونسي نورمالمون كي يسمع انه الثوم ينجم يكون دواء يزيد ينقص فيها شويه الخوه التونسي. نورمالمون المواطن التونسي هو ينقص فيه هو ب 5000 يطيحوا ل 4000 فرنك يجاوب يتونس خذوا داوي روحكم. هذا المواطن التونسي. ما بقى وسين انا عندي اختي في المداوي بالعربي عندها بريسك خلطه تصلح للمرض هذايا فهمت كيفاش؟ اذا الانسان يحاول يشوف الناس اللي عندها خبره اللي عندها ناس متسنس الداوي في الامراض هذايا. شنو الخلطه خل تكون حصريه لبرنامجنا نحن الخلطه اللي قلت لي انت تنجم تكون دواء للكورونا. الخلطه هذه حشيش توانسة حشيش من جبل من بلاصه الوسط التونسي اذا مش موجوده لا في الشمال ولا في الجنوب اذا يخلطوها ويعملوها فهمني ناس قدم هي دواء قديم وطوروه شويه باش يولي يداوي امراض مستعصيه شويه فهمت كيفاش؟ اذا انسان يتبع الناس اللي عندها خبره. اما الطبيب عنده خبره ولا الناس حتى يداوي بالرعواني عنده خبره. يداوي بالعربي يقولوا احنا مش بالرعواني كلمه الرعواني رعواني خارج اذا غالطه بالعربي يداوي بالعربي عنده خبره. يعني يداوي بالاعشاب الطبيعيه. بالاعشاب الطبيعيه وعنده خبره. ينجم يكون يلقى حل يعني.